في الفعاليات بقى اللي تخص الأسر أو تخص الشباب، إيه الحاجات اللي نفسك تكون موجودة تاني؟ نفسي فعلا كل الجامعات يزورونا. نفسي ده سواء فيك في جامعات كتيرة جات السنة جدا دي جدا، وكتير منهم غنوا في الفعاليات بتاعت السيدة الوزراء وكده، وكتير منهم كان في كورال وفرق موسيقية ورسم، فبجد كان في إنتاج غير عادي. وانا بحب قوي لما بلاقي الشباب فعلا شغال وبيعمل أيوة حاجه، وبعدين شباب الجامعات بجد كلهم. انا كذا حفله بقى موجود في المسرح الروماني، فالاقي ناس قاعدين من الشباب اللي موجودين بيحضروا، يقولوا ده احنا من جامعه العالمين، احنا بندرس في جامعه العالمين. أيوة. يعني حاجه جميله وحلوه ان تبقى الدنيا هنا برضو يعني ليفبل، والناس موجوده وفي شباب موجود هنا كتير. ده بيحقق الهدف بتاع المدينة، ان المدينة تبقى شغالة طول السنة ان شاء الله، بس بزيادة بقى فرص عمل هنا، بزيادة بعض المشاريع اللي تبقى موجودة اللي توفر فرص يعني توظيف وفرص عمل للشباب، دي تلاقي الدنيا شغالة طول السنة مش بس في الصيف. بالظبط بالظبط. لا وهما كمان لما الشباب ييجوا بيتبسطوا بجد، وطبعا البحر ده معمول عشان خاطرهم، وبينزلوا وبيروحوا وبيعملوا بقى مسابقات وبيلعبوا وشد لا بيبقى بجد بيبقى أجواء لذيذة جدا، وواحد عايز يشوفها كتير. فأنا حابة إن ممكن السنة الجاية برضو نسعى إن احنا نجيب كل الجامعات، يعني إن شاء الله نجيب حبة منهم على وفعلا جامعة العالمين فعلا بدأت وفتحت وبقى فيها طلاب كتير، وفيها أهم المجالات يعني فيها طب وهندسة صحيح وبزنس وكده، فحاسه ان هي هتعمل اقبال عالي بقى خلاص، مش هعملهمش حاجه. مظبوط صح عندك حق.